مساء الخير يا جماعة، والنهاردة بنرحب بيكم معانا في الويبينار. احنا فترة عملنا أكتر من ويبينار وانفايتد ناس مختلفة من أريز مختلفة. النهاردة فيري سبيشال ويبينار لأن احنا بنتكلم على الأوبريشنال إكسلنس رول، إزاي بنعمل إيه في الأوبريشنال إكسلنس فيما بعد الكوفيد أو في نيو نورمال زي ما بنقول. أوكي، برحب النهارده بضيوف بتوعنا عمرو الفوال وايمن الليثي. يا ريت يا عمرو لو تبتدي تعرف نفسك بليز. مفيش مشكلة. مساء الخير. أنا اسمي عمرو الفوال. أنا بشتغل في هانكل في السبلاي تشين. أنا سبلاي تشين هيد فور ميدل إيست وأفريكا، وكنت عملت مع سيمبيوس الجرين بيلت لين سيكس سيجما، وبعد كده رحنا مع بعض الرحلة بتاعة اليابان. فالعلاقة مع سيمبيوس بقالها إيه؟ تقريبا 10 سنين أو من أول. واللطيف ان عمرو كمان لما راح اليابان كتب كتاب التبيان في كوكب اليابان، كتب ارتكل لطيفة جدا. كانت رحلة كويسة فعلا بصراحة. اوكي، اهلا بيك يا عمرو معانا، وثانك يو انك جوينينج اس من دبي، واحنا عارفين الوقت متأخر عندك شوية. خالص خالص مفيش مشكلة خالص. باشمهندس ايمن الليثي، علاقتنا برضو بقالها بتاع 15 سنة بس. أيمن هتعجبين أوي. أيمن صديق عزيز وأخ، thank you for sharing معنا النهاردة، لو ممكن تعرفنا بنفسك. أولا طبعا أنا سعيد بالopportunity دي، وطبعا علاقتنا طبعا زي ما قلتي علاقة طويلة مع سيمبيوس ومع lean manufacturing as a total. أنا بشتغل في حاليا في GSK في المسؤول عن الفاليو ستريم في الفارماسيوتيكالز. اللي مش عارف الفاليو ستريم يعني هو more or less operations، يعني أو يعني زي factory manager. عندي previous experience في different multinationals، أغلبهم FMCG، وفي different roles across the organization. I'm happy to be with you النهاردة. أهلا بيكم يا جماعة، move on please. Okay, if you... طيب عشان بس move on في السلايدز، التوبيك اللي احنا اخترناه النهاردة في new normal، ناس كتير بتتكلم على resilience والsupply chain resilience والoperation resilience. احنا بقالنا سنين كنا بنتكلم في الoperational excellence. في الoperational excellence سواء بان احنا بنستخدم tools زي lean والsix sigma والscore والsupply chain improvement، بنشتغل بالتي بي ام، بنشتغل بتولز كتيره جدا 20 كيز واتيفر. كان هدفنا دايما ان احنا نقلل الكوست وان احنا نعلي الاجيليتي بتاعت البيزنس وان احنا نقلل الليد تايم. النهارده الاوبريشنز مطلوب مننا ثرو بقى السبلاي تشين والمصنع والمانيفاكتشنج والديفرنت تيمز ان احنا كلنا نتحرك ناحيه ان احنا الريزيلينس، وان احنا ازاي نقلل الكومبلكسيتي ونفاسيليتيت والكولابريشن بين كل الديبارتمنتس وكل السبلاي تشين تيمز والاوبريشن تيمز انترنال واكسترنال، وازاي يبقى عندنا اورجانيزيشن كيبل انها تبقى ريزيلينت. يمكن دايما لما ناس كتير كلمه ريزيلينس مش مفهومه قوي لما بنترجمها للعربي، احنا بنشبهها بالاستك اللي هو الاستك بتاع البنك نوت بتاع الفلوس، بتشده وبتسيبه، بتشده وبتسيبه، المدى ان هو بيتسحب معاك بيتشد معاك وبيرجع تاني، ده الريزيلينس بتاع الاورجانيزيشن. فازاي الاورجانيزيشن بتاعتي تبقى ريزيلينت وتقدر تتحمل. عشان كده النهارده وي انفايتد تو كي بيرسونز عزاز عليا انا شخصيا، وانا شخصيا ام براود بالسكسس ريكورد ان هم عملوه، ان هم يشير معانا الاوبريشن رول في نيو نورمال واللي حاصل النهارده. نموف اون، عمرو هيبتدي. هنسال عمرو كده شويه حاجات، هي ميد جريت بريباريشن، وبصراحه كان الريسبونس بتاعك يا عمرو سريع جدا وين اي انفايتد يو تو ذا ايفنت. فكان وي موف اون. اوكي عمرو، يعني زي ما اتكلمنا قبل كده وفي البريباريشن للويبينار، الاورجانيزيشن بتاعتك في هنكل هاو ديد يو ريسبوند للكوفيد؟ زي ما بتعلمنا دايما بنتعلم الصح وبنتعلم الغلط، وات وينت رايت وات وينت رونج، وايه الدروس المستفاده؟ اتفضل باشمهندس عمرو الفوال. طيب اول حاجه الريسبونس كان عندنا في هنكل كان سريع جدا، فكان يعني يمكن نقدر نقول من فبراير بدأنا نريسبوند. بدأت لما الدنيا يعني بدأت تتنقل من تشاينا للـ rest of طب أقول البرزنتيشن بقى الأول ولا رد على السؤال؟ يعني let's stop here كده.
نتكلم هنا يعني. لا رد على السؤال وبعد كده طيب رد يعني على السؤال الأول ماشي. طيب طب نرجع one slide back بس. أيوة بس نوقف كده. الريسبونس بدأ من فاب أول ما الدنيا بدأت تطلع من تشاينا وتطلع بقى تروح ناحية إيران ويوروب والكلام ده. بدأنا على طول نعمل daily calls مع الجلوبال تيم ومع الريجنال تيم ومع البلانس كل يوم. كانت لود على كلنا ان كله مع فروقات التوقيت مع الشغل مع الكلام ده، بس كان في ساعه كل يوم كل مصنع بيقول عمل ايه والبراكتسز اللي عملها ايه وازاي والكلام ده. بدانا نشير البراكتسز دي من المصانع في العالم كله، من اول المصانع اللي في نورث امريكا ولاتين امريكا لغايه المصانع اللي في استراليا كلهم على وان كور. فطبعا كانت في الاول بتبقى يعني مش ظريفه لاغلب الناس، بس بدأنا من البيست براكتسز دي نلم ايه اللي لازم البيسكس اللي تتعمل، بحيث مثلا ان احنا نشوف درجات حرارة الناس اللي داخل المصنع، واحنا في وسط الشغل كمان لو في اي حد بنعمل راندوم سامبلز بالليزر جانز، لو في اي حد عنده مشكلة خلاص اتفقنا ان يتكلم في التليفون، انا يا جماعة حاسس ان انا عندي اعراض او كده، فبيتقال ان هو خلاص خليك قاعد في البيت 14 days لغاية لما نشوف ايه اللي حاصل. سانيتيشن طبعا للبلانتس، بدأنا ان احنا نسبريد الشيفتس في المصانع، فالمصانع اللي كان فيها الشيفت بيبقى فيها عدد كبير بدأنا ان احنا نقلل العدد على قد ما نقدر، وده طبعا بيلدينج على الكلام اللي انت قلتيه يا شيرين اللي هو اللين وازاي ان احنا نمشي الشغل بأقل عدد من الناس ممكن. بدأنا ان احنا نوزع الناس بدل ما كانوا مثلا 3-4 باصز اللي بيجيبوا الناس للمصنع بقوا 8 وساعات 9 و10 بحيث ان الناس ما تقعدش في الاتوبيس كلهم جنب بعض. بدأنا حتى الناس اللي عايشه بعيد عن المصانع بدل ما يركبوا في مواصلات او حتى لما بيكون في بعض الدول حظر، بدأنا ان احنا نقربهم من المصانع، نأجر لهم شقق، نأجر لهم حتى اوض في اوتيلز جنب المصانع. فدي كانت كذا براكتس عملناها عشان نحاول ان احنا نقلل البوسيبيليتي للسبريد بتاع الفيروس. فده كان قبل يعني في الاول والتحضير وكده. وكمان بدانا نعمل دريلز او بدانا نعمل مناورات في حاله ان في اي مصنع اكتشفنا حاله بوزيتيف نعمل ايه، ونعرف نتراك ازاي الزميل لينا او الزميله دي لما جالها الفيروس احتكت بمين في المصنع، وكلهم يطلب منهم ان هم يقعدوا في البيت for 14 days. في بعض الدول طبعا بيتم عمل مسحة في ساعتها، بعض الدول التانية ومنها مصر ما بيتعملش المسحة غير لو ظهرت اعراض شديدة او عنيفة. وده اللي ادى ان الحمد لله لما ظهرت عندنا حالات، وطبعا ظهرت حالات احنا عندنا مصانع كتير، كان الرياكشن كان سريع جدا، وكان بصراحة كان يعني اقدر اقول ان الرياكشن كان ناجح الى حد كبير. ان ما هو بصراحه يا عمرو يعني انا متابعاكم على لينكد ان وشايفه تيم ورك اللي عندكم والتيم سبيريت وازاي هاو يو هاف بين سو بوزيتيف. اي ام امبرست يعني انا بيرسونالي شايفه انكم عندكم بوزيتيف كلتشر عاليه جدا. يعني يمكن برضو عشان مش كل الناس اللي معانا عارفين هينكل، فكان يو جو تو يور برضو برزنتيشن. البرزنتيشن طيب ماشي اوكي اوكي خلاص. طيب نيكست سلايد. طيب سريعا بس كده انا بعمل ايه. طيب الجنب الشمال من البرزنتيشن ده الحاجات اللي انا اتعلمتها. انا خريج هندسه اسكندريه 2003، وبعدين عملت ماسترز انجينيرنج وام بي اي في الاكاديميه، وبعمل دلوقتي دي بي اي، ومع سيمبيوس خدت جرين بيلت، ومع اكسنتشر خدت لين سيكس سيجما بلاك بيلت، وثرو وانا في بيبسيكو كنت عملت تي بي ام الجي اي بي ام تي بي ام سيرتيفيكيشن، ومعايا شويه كوتشنج، وحاليا بعمل شويه اكزيكتيف ادكيشن تبع هارفارد بزنس سكول. اشتغلت شويه في هندسه اول ما اتخرجت سنه ونص كنت بدرس، وبعدين رحت شلومبرجي 4 سنين ونص، وبعدين بيبسيكو 10 سنين كان في منهم في مصر، واللي عارف بيبسيكو هي بيبسي ويمكن اوكي بيبسي هي مشروبات واغذيه، فليز وتشيتوس ودوريتوس والكلام ده برضو تبع بيبسي. فانا كنت اشتغلت الاول في المشروبات اول 6 سنين ونص،
وبعدين بعد كده خدت رول في دبي اللي هو أميا اللي هي ميدل إيست وأفريقيا وإيجيا وأستراليا. فده كان تبعي مصانع في الاثنين يعني، كنت في الأوبريشنز، كل الكارير بتاعي كان في الأوبريشنز، وكان مشروبات وأغذية. وقعدت 10 سنين، بعد ال10 سنين رحت هانكل، فأنا ماسك الأوبريشنز في ميدل إيست وأفريكا، وميدل إيست في هانكل غير ميدل إيست في بابسيكو، ميدل إيست في هانكل داخل معاهم تركيا كمان ريسنتلي في أول 2019. وهانكل للي مش عارف هي بتعمل إيه، بتعمل برسيل بريل، وده هي 3 كلاسترز، كلاستر بتاع المنظفات والكيماويات اللي هي ليها علاقة بالتنظيف والكلام ده، اللي هي زي برسيل وبريل، والسكشن الثاني بيوتي كير اللي هو شوارتزكوف وولا، والجزء الثالث اللي هو الادهيسيفز او اي حاجات بيتم فيها اللزق، واغلبها بتبقى بزنس تو بزنس، يعني اي عربيه تقريبا في العالم هتلاقي فيها جزء من منتجات الصمغيات اللي طالعه من هناك، فده جزء بيبقى اغلبه بزنس تو بزنس، مش بتلاقيه في السوق يعني. انما البرسيل وبريل هتلاقيهم دايما في سوبر ماركتس وكده، وبرضو نفس الموضوع بالنسبه للشوارزكوف وولا. فده سريعا كده ال 17 سنه اللي فاتوا. طيب نيكست سلايد. طيب برضو بسرعه للناس اللي معانا، لو حد معانا ممكن ما يكونش عنده باك جراوند سبلاي تشين او اوبريشنز، طيب ايه هي السبلاي تشين؟ او يعني دايما بتلاقوا يعني المصطلح مش جديد، مش ما بقاش جديد، اللي هو اند تو اند الاي تو اي سبلاي تشين، اللي هو السايكل كلها بتاعه السبلاي تشين، وعباره عن ايه يعني. فالسبلاي تشين هي عباره عن من اول ما اي منتج في السوق، من اول ما بيكون مواد خام رو ماتيريالز نمبر 1 اللي هو في البوتم ليفت كورنر، وبعدين بعد كده بيروح لسبلاير بيوفر المواد الاوليه دي لمانيفاكتشرنج اللي هو المصنع بعد كده بيعمل المنتج نفسه، وبعد كده بيوديه عند الموزع او التوزيع بتاع الماده دي، وبعد كده بتروح للريتيل لوكيشنز اللي هي دلوقتي طبعا مع الكورونا بقت الريتيل بقت اونلاين اغلبها، وطبعا الريتيل اللي هو زي السوبر ماركتس والكلام ده، في الاخر توصل للكاستمر او الكونسيومر. فده في عجاله كده ايه هي السبلاي تشين. نيكست. طيب الموضوع مش بسيط قوي، انا مش هخش في الديتيلز بتاعه الايمج دي، بس هي عايز اوري ان هو مش الموضوع مترابط جدا، والموضوع يعني حتى شيرين طبعا انت استاذتنا في الحته دي، كله عباره عن بيسموهم سباجيتي دايجرامز، يعني كل حاجه مرتبطه بالثانيه بشكل او باخر، فممكن يبقى في مشكله في الماده الاوليه تسمع عند المستهلك في الاخر يعني، وطبعا كل ده بيضرب السايكل كلها. فالسايكلز من اول المواد الاوليه سواء كانت حاجات let's say مشتقات بترول او اغذيه او كيماويات، بعد كده بتتصنع، بعد كده بتتوزع، بعد كده بتروح للمنافذ البيع، وبعد كده بتستهلك. وطبعا كميه المشاكل اللي موجوده في السبلاي تشين سايكل دي لا تعد ولا تحصى، وهي دي احنا يعني احنا بنشتغل عشان نحل المشاكل دي في الاخر. احنا دايما يعني بنطبق يا عمرو زي ما بنقول دايما قانون ميرفي، جو رونج ويل جو رونج، وما شاء الله السبلاي تشين مليان اوبورتونيتيز اوف جوينج رونج. بالظبط. فهي الفكره ان هو السبلاي تشين او الاوبريشنز هو ده الهارت بتاع اغلب يعني او كل الشركات اللي بتقدم منتج. الموضوع بيختلف شويه في الشركات اللي بتقدم سيرفيس، بس في البرودكشن او البرودكت هو السبلاي تشين از ذا هارت اوف الشركه. نيكست. طيب عشان برضو اقرب لكم مين اساتذه السبلاي تشين في العالم، هتلاقوا ان اغلب الشركات اللي انتم شايفينها قدامكم دي احنا بنتعامل معاها بشكل يومي. فعلى الشمال هتلاقوا شركات الاغذيه، بيتزا هات، ماكدونالدز، كي اف سي، شركات طبعا الالكترونيك زي ابل ومايكروسوفت، امازون طبعا ده كبير السبلاي تشين في العالم، هو ده اللي بنتعلم منهم حاجات كتير. دل كانوا عندهم كيس ستادي ان هم كانوا ذا موست انوفاتيف ان هو هاو تو ميك يور اون كمبيوتر، ونفس الموضوع لو نزلنا تحت في البوتوم ليفت كورنر تويوتا
how to make your own car. فانت كنت بتطلب لون العربية, الانجن اللي انت عايزه, الترانسميشن اللي انت عايزه. هم يعني كانوا اول ناس يبقى عندهم الانوفيشن العالي جدا في 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 في, في السبلاي تشين. مرورا طبعا بالاف ام سي جيز اللي انا اشتغلت فيهم اخر اكتر من 10 سنين, ليفر, بروكتر, هنكل, وكوك وشبيهاتهم, شركات الطيران, شركات العربيات, وفي البوتوم رايت كورنر هتلاقي شركات الاويل فيلد. فبرضو هم يعني دول دايما عشان اوضح لكم ان السبلاي تشين هي بتلمس كل حاجه تقريبا بنعملها. يعني اي منتج بيوصل لغايه البيت عندنا ده وراه سبلاي تشين لازم تكون شغاله كويس عشان المنتج يوصل في الوقت المناسب بسعر كويس للمستهلك. طيب نيكست. طيب what happened او السؤال بتاع شيرين اللي هو احنا how did we react. ف what happened was a big boom. يعني افتكر احنا كلنا حسينا بيها من القعده في البيت, و it's going to have repercussions اعتقد مش سهله, وهتستمر العقود جايه مش سنين, واللي هيقدر يصمد بقى للي جاي ده. فاحنا بدانا في لو على الطرف الشمال من السايت من البروتكشن, اللي هو اول ما بدانا نسمع عن الموضوع في اخر السنه اللي فاتت ديسمبر, then يناير فبراير, هو في ايه, طب نحمي نفسنا ازاي, بدانا نتكلم ايه ده, طب ما نخف السفر, طب نخف ال... then مارتش onwards بقى, وبدأنا العملية, بدأ البانيك وبدأ لأ, ونبتدي بقى لأ نشوف بقى نعمل measures of how to contain و how to prevent to protect our people. ومن ساعتها من مارس onwards في كان عندنا 3 phases اللي هم response, initial response اللي هو أول response اللي اتكلمت عليه في الأول, وبعد كده adaptive recovery, وعايز نركز بس على حتة adaptive recovery دي, واخر حاجه قالتها شيرين اللي هي الريزيلينسي اللي هو احنا هنكمل ازاي. فاحنا دلوقتي ما بين الريسبونس الاولاني ده كان خلاص ده يعتبر عدى اللي هو الانيشال ريسبونس, بعد كده احنا هاو ار وي ريكفرينج من الضربات اللي خدناها سواء كانت ضربات ماديه او في السبلاي تشين نفسها اتاثرت, وبعد كده هنكمل ازاي, هاو ريزيلينت ويل وي continue. مش انا اللي عامل ال 5 cases بتوع ال crisis management ده كان من هارفارد, فانا حاطط اسم برضو بروفيسور just in case as a source. يعني next. طيب هبني على اول سؤال برضو it's the reaction. فهو اي حاجه بتحصل يعني حتى ممكن المقوله دي تتنفذ مش بس على الكوفيد بس على اي حاجه, in the case of any event, it's your reaction to the event that determines if it will become a crisis or not. فدي مش بس في الحياة العملية, ممكن تبقى في الحياة الشخصية كمان. أي حاجة بتيجي يعني الحياة بترميها علينا, أول حاجة بتفرق الرياكشن, بالذات الرياكشن الأولاني. ففي ناس reacted really well, في ناس reacted good بس شوية late, اتأخروا شوية, وفي ناس الرياكشن كان مدمر. فnext step. طيب مش خلينا في يعني خلي السؤال ده هرد عليه شيرين في السلايدز. طيب ده ملخص ل احنا في هنكل الرياكشن بتاعنا كان عامل ازاي. اول حاجه عملنا شكلنا كرايسيس مانجمنت تيم, وده بيبقى على كل الليفلز من اول المصانع للهيد اوفيس بتاع البلد, للهيد اوفيس بتاع الريجن, للجلوبال, وتربطنا كلنا في تيم واحد ان لو حصل اي حاجه لازم كله يتبلغ في ساعتها. بدانا نشتغل على السوشيال ديستانسينج والهايجين, بدانا نعمل ميديكال تشيكس اون واوف المصانع. فعايز ادي مثال في ايران مثلا, احنا ساعه ما الازمه ضربت جامد وي وير لوكي انف ان كان ايران ساعتها, وافتكر شيرين انت تكون عندك معلومات على الموضوع ده, ايران ساعتها كانت في الاجازات بتاعه عيد النوروز اللي هو اهم عيد عندهم في ايران, زيه زي التشاينيز نيو يير كده. البلد كلها بتقفل لمده اسبوعين, مش بتقفل يعني بس كله بيأجز. فدي الاجازه الكبيره عندهم في ايران, وهو عيد يعني ينتمي للحضاره الفارسيه عندهم. فاللي احنا عملناه ان قبل ما الناس تيجي من الاجازات المصنعين كانوا قافلين, عندنا مصنعين في ايران كانوا قافلين لمده 2 ويكس. فقبل ما الناس تيجي عملنا تشيكس
قبل ما الناس تيجي المصانع لكل العاملين just in case لو اي حد ظهرت عليه اعراض عشان ما تتنقلش الازمه، لان الازمه في ايران كانت قويه جدا في الاول. طبعا بدانا زي ما انا قلت لك يا شيرين في الرد على سؤالك، بدانا نغير الشيفت باترنز، بدانا نغير حتى الفلو بتاع الناس جوه المصانع، بدانا نخلي ان الناس تمشي في اتجاه واحد، يعني يخش يغير ويطلع، الورديه اللي داخله والورديه اللي طالعه ما يقابلوش بعض، ده يطلع من دور وده يطلع من دور، بحيث ان ما يحصلش على قد ما نقدر ما يحصلش اختلاط يتم عنه لا قدر الله نقل الفيروس. Transportation and lodging اللي في النص اللي بالاخضر، زي ما قلت لك زودنا الباسز، زودنا المواصلات، قربنا الناس اللي كانت بعيده عن المصانع. ماسكات طبعا كان في ازمه ماسكات عالميه، الكلام ده كان في مارس، وي سافرد ا لوت في بعض الدول سبيشالي في الميدل ايست، ان احنا كمان كان في دول كان في حكومات منعت استيراد الماسكات والحاجات دي غير للحكومه، فكانت مشكله شويه لان المخزون اللي كان موجود في البلاد دي خلص وبدات الحكومات بس هي اللي تستورد، فكانت عامله علينا لود، بس عرفنا الحمد لله نتصرف. بدانا نعمل كامبينز وبدانا نوعي الناس، بدانا نشتغل مع الحكومات على الحظر مثلا، فالحمد لله الصناعه بتاعتنا عرفنا ان احنا نلوبي في كل الدول اللي شغالين فيها ان الصناعه بتاعتنا is an essential industry، يعني من الصناعات الحيوية اللي ما ينفعش تقف في الحظر. وخدنا طب في اي حد من عمرو في اي حد من مصانعك هو تعرض لكرايزيس لا قدر الله، حالات او اصابات او غلق او كده؟ غلق لا، بس طبعا عندنا حالات كوفيد في المصانع بتاعتنا، عندنا عدد من الحالات في تقريبا في اغلب الدول، بس هو كان الرياكشن زي ما قلت لك يا شيرين هو اللي فرق، ان الناس دي اغلب الحالات اللي حصلت كانوا من الناس اللي اتكلموا الصبح، قالوا كلم المشرف بتاعه انا حاسس ان انا عندي شويه سخونيه طب ما تجيش، بعديها مثلا بيومين ثلاثه يروح متكلم انا على فكره عملت مسحه وطلعت بوزيتيف. ف دي كانت اغلب الحالات، في حالات منهم كانوا هم داخلين المصنع بنقيس درجه الحراره بنلاقي عنده شويه سخونيه، طب معلش روح، وبيطلع بعديها مثلا بكذا يوم ان هو عنده كورونا. فدي كانت اغلب الحالات اللي عندنا، ما فيش حاله اللي هو حصلت وايه ده لا المصنع هيقفل، يا الحمد لله كانت it was very very well controlled الحمد لله، يعني توفيق من عند ربنا يعني. فبعد اللوبينج اللي عملناه مع الحكومات وخدنا بيرميتس ان احنا نحرك الاوتوبيسات بتاعتنا في الحظر في كل الدول اللي كنا شغالين فيها، بدانا ان احنا نعلي المورال بتاع الناس والموتيفيشن بتاع الناس ونتكلم معاهم ونكرمهم، حتى لو تكريم سوري وتكريم من غير مثلا ما يبقى فيه جايزه ولا بتاع، بس كل اسبوع كنا بنعمل زي السبلاي تشين هيروز والناس اللي ساعدونا في ان احنا نتقدم وان احنا نبرفورم وذن الازمه العالميه دي. جنب الايكونز اللي انا اتكلمت عليهم هتلاقي شويه الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها، التطهير، البروتكتيف اكويبمنت، لو عندك حراره تتكلم على طول، فكنا كيپينج كلوز تو اور بيبل، وهو اتس دايما انا بحب اقولها وي ار ان ذا بيبل بزنس يا شيرين، وي ار نوت ان ذا سبلاي تشين بزنس، احنا بنمانج بيبل، ولولا البيبل اللي كانوا ساعدونا في الشغل اللي احنا بنعمله ده ما كناش عملنا 1 اوفر 100 من اللي عندنا ده. فبيبل سبيسيفيكلي اللي على الجبهه، الناس اللي على الفرونت لاين عندنا في المصانع كلها هم اللي عملوا الشغل ده، يعني مش يعني احنا كالناس اللي بتبقى ماسكه في الاوفيس والكلام ده احنا علينا 10% 90% is on the ground. فده كان ملخص للريسبونس اللي احنا عملناه in words. السلايد اللي بعدها هوريكي بقى in pictures، انا ما بحبش اكتب كتير في السلايدز، ف ممكن نروح على next. طيب دي بقى صور من ايه اللي حصل بالظبط. على الشمال هتلاقي السانيتيشن اللي حصل، الصور دي على فكره من العالم تقريبا كله، من مصانع في العالم كله. السانيتيشن اللي حصل اتفضلي. بقول لك حلو جدا وبيشور ريل كروس كلتشر ما شاء الله. كروس كلتشر، بس الحاجه يعني التنفيذ واحد، يعني المصنع اللي في تركيا هو اللي بيعمله المصنع اللي في نيجيريا، هو اللي بيعمله المصنع اللي في مكسيكو، هو اللي بيعمله المصنع اللي في استراليا، يعني هي نفس الستاندرد، نزلنا ستاندرد وهو ده اللي كان الناس كلها بتمشي عليه. من الستاندرد ده ما كانش اختراع، كان من البيست براكتس اللي خدناها من
جوه الشركه ومن كمان البيرز بتوعنا في الشركات التانية. فكان برضو انا عايز برضو اوضح ان كان الشغل برضو ما بين الشركات حتى المنافسين بتوعنا زي يونيليفر وبروكتر كان فيري فيري بوزيتيف. يعني عايز اديكي مثلا مثال، في مصر كان ساعات المصانع بيتكلموا مع بعض، عملت ايه في دي، عملت ايه في دي، طب لو ظهر عندك حاله هتعمل ايه and so forth. فمثلا هتلاقي السانيتيشن، هتلاقي التشيكس اللي على البوابه، احنا جبنا الكاميرات دي في كام مصنع، مش في كل المصانع بصراحه لغايه دلوقتي، اللي هي الكاميرات الحراريه اللي تبين لو حد عنده فيفر من غير الجن بتاع التمبريتشر. عملنا شويه فواصل اكريليك زي اللي موجود تحت كده ما بين الناس اللي بالذات بيشتغلوا جنب بعض في الحتت اللي بيبقى فيها مانيوال ورك. عملنا فورست سوشيال ديستانسينج وفورست ووك ويز او باث ويز مين اللي داخل ومين اللي طالع، بحيث ان هو ما يتقابلوش، بالذات الورديه اللي داخله والورديه اللي طالعه. ونفس الموضوع طبعا في الكافيتيرياز، عملنا ان هو انت هتقعد هنا، بالذات في رمضان كان في ساعات عملنا الافطار كان بيكون في الاوبن اير، يعني كنا بنحط الترابيزات في الهواء الطلق بحيث ان ما يبقاش مكان مقفول لان كله بياكل في نفس الوقت. واخر حاجه على اليمين دي لسه احنا بنستكشفها، ان الناس هتلبس زي ديفايس انترنت اوف ثينجز، والديفايس ده هيبقى متوصل بسيرفر، والديفايس دي هيبقى كل الناس اللي عاملين في المصنع لابسينها. اول ما 2 ديفايسز يقربوا من بعض اقل من 2 متر تدي الارم او تدي صوت او تدي نور او تدي حاجه معينه، بحيث ان هي يو كيپ ذا ديستانس. حتى لو الواحد وفي منها كمان بتوصل، ودي كاستمرز احنا يعني عاملينها معاهم، بتوصل بشاشه بتشوف بتوريك هيت ماب وبتعرفك وبتديك ريل تايم، فبيبقى عندك ريل داتا تمام. يس، فدي حاجه احنا شغالين عليها، لسه ما طبقناها في مصنعين كلسه بروتوتايب، بس لسه ما جربناهاش اون جلوبال ليفل. يعني يمكن يا عمرو برضو في كلمه دايما بنقولها، يعني بنقولها للناس، يعني بيزيكلي ان احنا لو عندنا المصنع وعندنا الاسيتس وعندنا كل حاجه وما عندناش بيبل، مفيش شغل، مفيش بيزنس. بالظبط، مفيش بيزنس. يعني يكون عندك المكن وعندك الماتيريال وعندك الريسورسز وعندك كل حاجه، بس فيش عمال، مفيش بيبل، مفيش بيزنس. بيزنس صح. اتفضل. اتس اول اباوت بيبل، وهم الناس زي ما انت قلتي يا شيرين، هم ال ال اللي قوموا الشركه دي وقفوها على رجليها، ولولا ال فيري بوزيتيف انرجي والموتيفيشن اللي شفناه من الناس كان الموضوع كان ممكن ينتهي بكارثه. طيب لو فاكرين السلايد دي الاولانيه كانت بري كوفيد، دي بقى بوست كوفيد، فانا مسميهم بروكن تشينز، يعني بدل السبلاي تشين بروكن تشينز واي اوبورتونيتيز. ف كليك كده ايمان هتلاقي على طول جست وان كليك. يس، لا ايوه بس كده. فاللي حصل ان الكوفيد لما جه اثر علينا كان تاثيره على كل الستيجز، وكل الستيجز بتاعه السبلاي تشين، لو حد ما كانش فيري فيجيلنت وفيري اجايل كان البيزنس راح، يعني كانت الدنيا ما كانتش هتبقى ظريفه خالص. فكل الاحمر دي الفرقعات اللي انتم شايفينها على الدايجرام دي، هي فعلا ده التاثير الرئيسي بتاع الكوفيد. وهتلاقوا على اليمين والشمال سمارت ديفايسز او موبايل ديفايسز، وفي النص في فريم على اللابتوب، فهو اتس جوينج اي، فايتس جوينج ديجيتال، فهي ذا فيوتشر از ديجيتال. ولو كان مثلا الشركات عامله حسابها ان هي جو ديجيتال في 2025 او 2030، كوفيد افتكر ان هو اثر المسافات دي لسنه سنتين اذا ما كانش شويه شهور. ويمكن اخر معلومه، ودي طبعا مش هتلاقيها لان دي لسه انا قاري عليها امبارح بالليل، مايكروسوفت قررت ان هي تقفل كل الستورز بتاعتها في العالم. مايكروسوفت كانوا بداوا كده سياسه ان هم بيحاولوا يكاتش اب مع ابل، يبقوا عندهم مايكروسوفت ستور زي الابل ستور وزاز وشيك وناس زي كده اللي هم الابل جينيوس، الاكسبيرينس بتاعه الابل ستور، وكانوا عاملين الكلام ده على مايكروسوفت ستور. فالكلام ده قرروا امبارح ان احنا هنقفل الستورز دي فور جود وهنكمل على الاي ستور. فدي بس يعني مثال لشركه متوحشه في حجم مايكروسوفت
It's a trillion dollar company. بتقرر ان هي تقفل كل السورس بتاعتها وتقفل كل المنافس بتاعتها وتشتغل فولي اي. طيب ايه اللي هيحصل في نيو نورمال؟ ونيو نورمال برضو يا شيرين حابين نقول ان ده it was coined by دكتور محمد العريان اللي هو الايكونومست العالمي اللي كان في كان الايكونوميك ادفايزر لاوباما ودلوقتي هو السي اي او. كان افتكر كان السي اي او بتاع اليانس في الفند, هو اللي كان بيمانج الفند بتاعهم ودلوقتي بيدرس في اوكسفورد ما شاء الله حاجه تفرح يعني. فكلمه نيو نورمال دي كان دكتور محمد العريان اللي قالها في 2008 في الفاينانشال كرايسيس بتاع 2008. فكلمه نيو نورمال دي يعني انا ببقى فخور جدا لما بقولها قدام حد مش مصري ان هي اللي قايلها واحد مصري اوريجين حتى يعني. طيب واتس ذا نيو نورمال؟ ترانسفورميشن, وبرده كلمه ترانسفورميشن دي مهمه قوي زي ما انت قلتي ريزيلينس, ان احنا لازم هنتغير والتغير هيكون عن طريق ايه. اول حاجه وحاططها بالاحمر تكنولوجيكال, ديجيتال, جوينج ديجيتال, جوينج انترنت اوف ثينجز, جوينج ديجيتال از ذا واي فورورد, ما لهاش حل تاني. ايكونوميك, دراستيك ايكونوميك افكت. يا عمرو عمرو معلش سوري تو انتربت يو, بس انت لما بتتكلم من الديجيتال والانترنت اوف ثينجز والتكنولوجي ده بارت من ريفولوشن جاي لنا كده, حاجه اسمها اندستري 4.0 او الثوره الصناعيه الرابعه. وزي ما انت تفضلت وقلت السبلاي تشين بقى ايه سبلاي تشين, وحتى في ناس بقت بتقول احنا داخلين على سبلاي تشين 4.0, everything is digital, everything is connected. السبلاي تشين يا جماعه زي ما عمرو كده ورانا من شويه هو اي تي يعني اند تو اند سبلاي تشين, بس بقى الكور بتاع السبلاي تشين بتاعي هو الكاستمر, كونسيومر هو اللي بقى في النص, وايفريثينج بقى ريديزايند او شود بي ريديزايند او ري انجينير اراوند ماي كاستمر. عشان كده هتلاقي دايما نمره واحد في كل حاجه التكنولوجي والديجيتال والاي او تي. بس عشان اكسبلين انترنت اوف ثينجز ان كل حاجه بقت دلوقتي كونكتد ثرو الانترنت, زي كده اغلبنا النهارده داخل على الويبينار من تليفونه مش من لابتوب, اوكي شايف الكونكتد كله ثرو الانترنت بتليفوننا, everything is digital. حتى بيسمونا دلوقتي internet of people او internet of everything, اوكي فالتكنولوجي والديجيتال والاي او تي بقت جزء من يعني من كل حاجه وعامله لنا disruption وبتغيرنا everything around. اتفضل يا عم please continue. وده expedited يعني كوفيد expedited الكلام ده big time, وهيبقى اثرها هتبقى يعني drastic و irreversible. في حاجات مش هترجع زي الاول anymore يعني مثال بتاع مايكروسوفت ده مثال صغير قد كده للحاجات اللي هنشوفها بعد كده, هنشوف بلاوي يعني. ف anyway drastic economic effects مش هتبقى بس اليومين دول والاقتصادات دول ضخمة اتأثرت, لا ده هيبقى فيه الاوتلوك مش ظريف قوي, ويعني كل الاقتصاديين الكبار الاوتلوك مش بوزيتيف قوي unfortunately. ف it's a matter of survival الفترة اللي جاية, it's an epoch of survival, مش ولا هي rapid growth ولا هي يعني على قد ما في opportunities, بس يعني اللي هيتعايش وهيصمد الثلاث اربع سنين خمس سنين اللي جايين هو ده اللي هيكمل. سوشيال زي ما شفنا هيلث, دول ما كانش الواحد يصدق ان الهيلث سيستم بتاعها يكولابس كولابست في ثلاث ايام. بلد زي امريكا ما كانتش لاقيه سراير, يوروب ما كانوش لاقيين سراير, ودول اللي احنا كنا دايما بنبص لهم على انهم this is the model health care system اللي في العالم. بوليتيكال ادينا شايفين سبيسيفيكلي مصر كان عندنا كذا ازمه في الفتره اللي فاتت, ازمات سياسيه خارجيه, ازمتين الكبار اللي في ليبيا واللي في اثيوبيا, انفايرمنتال, الانفايرمنت شمت نفسها شويه لما احنا اتقفل علينا البيت, فالانفايرمنت ريجيند ا ليتل بيت اوف اتس هيلث. بس طبعا بعد كده لما الناس هتشوف ان احنا لما احنا ذا موست ديستركتيف سبيشيز اون ايرث البني ادمين لما قعدوا في البيت, الطبيعه بدات ترجع لها شوية صحة. ده هيكون عليه ستريس برضو الفترة اللي جاية أكتر من الأول. Work place work force, وده اللي كنت بقولك عليه يا شيرين, مثلا التعليم حاجة زي الإدوكيشن, وخلاص مش هيبقى فيه يعني اللي جاي كله هيبقى إيه وبعنف. في إشاعات إن هارفارد مش هتفتح البريميسز بتاعتها لغاية 2021, fall of 2021.
لسه ما قرروش، بس 2020 حتى الفول اللي جاي خلاص كله هيبقى ايه. الورك بليس في مكاتب، في شركات خلاص زي كده مايكروسوفت قفلت الريتيل بتاعها، في شركات قال لك خلاص I will not go back to having this huge head office، وخلاص الناس تشتغل من البيت، ما هو الشغل شغال من البيت، انا ايه اللي يخليني اجيب مكتب 10 ادوار ولا مبنى بحاله؟ لا، انا هقلل جدا التكلفه في الهيد اوفيسز. كومبيتيتيفنس، وده الشغل بقى بتاع سيمبيوس، هاو تو بي مور كومبيتيتيف على مايكرو وعلى ماكرو ليفل. الناس اللي مش هتشتغل على الكومبيتيتيفنس بتاعتها، وازاي انتج احسن منتج او احسن سيرفيس باقل تكلفه، ويل سيمبلي داي، مش هيكمل. وده اللي هيؤدي ان احنا نكون كومبيتيتيف، ان احنا انوفيت، والانوفيشنز هتبتدي تكون عاليه جدا، الشغل هيكون في الانوفيشن عالي جدا، عشان ابتدي اشوف حلول للحاجات المشاكل اللي حاصله، واسهل موضوع الاي بالذات في الدول الانفراستراكشر بتاعها اوف انترنت او باندويث ضعيف، هيكون في انوفيشنز كتير قوي. واللي احنا عليه دلوقتي ده زوم من سنه او اقل من سنه ما كانش حد يسمع عن زوم ده، دلوقتي انت بتتكلمي في اكتر the hottest app on everyone's mobile في العالم هو زوم. self reliance، مثال بسيط، مش بس الدول ان هي تكون معتمده على نفسها بعد ما الحدود اتقفلت، لا ده انا بكلمك في مصانع، في مصنع دلوقتي احنا بندور على ان يكون السبلاير قريب من المصنع، لان في بعض الدول كان السبلاير في محافظه والمصنع في محافظه مش عارفين نجيب منه حاجه، فدلوقتي كله بيحاول ان هو يقلل المسافات، يقلل المدد، يقرب الحاجات من بعض، بالذات الحاجات الفيزيكال اللي ما تنفعش. والدول كمان، والدول دلوقتي والدول لازم تعتمد على نفسها بالظبط. صح. الريجوليشنز اللي جايه هتكون برضو كلها كله زي ما انت بتقولي يا شيرين، الدول دلوقتي هتحاول ان هي لا الرو ماتيريال اللي كانت عندي اللي انا كنت بصدرها، لا ابتدي اتكلم اشوف انا هحتاج منها قد ايه الاول قبل ما ابتدي اصدر كل حاجه، وبعد كده الاقي نفسي ان انا مش لاقي المواد الخام دي. فكل التغييرات دي هتكون في الكام شهر اللي جايين، مش في الكام سنه اللي جايين. معلش برضو يا عمرو، لو ممكن نقول يعني to give a very nice example، كانوا لسه بيشرحوا لنا الاسبوع اللي فات وبينار برضو بتاع ديجيتاليزيشن وتكنولوجي، ازاي ان زوم زي ما انت عمرو بتقول عدد السبسكرايبرز بيها كان قليل جدا، تضاعف بطريقه اكسبوننشال، وبقت زوم وتيمز هما التوب جلوبالي وورلد وايد النهارده، سواء مايكروسوفت تيمز او زوم، وازاي ان هما عشان تكوب مع الديماند الرهيب اللي جالهم راحوا للديجيتاليزيشن وراحوا للاوتوميشن وراحوا no other way. راحوا للتكنولوجي. يعني زوم نفسها سكسس ستوري بتاعتها في الاوتوميشن والديجيتاليزيشن، ان انا ما اقدرش اشغل عدد بني ادمين كبير عشان يكوب مع الديماند، فراحوا للديجيتاليزيشن والديجيتال وركر. النهارده بقت عندنا في الشركات حاجه اسمها ديجيتال وركر، يعني زي ما الاتش ار كده بتركروت بني ادمين، احنا في البروسيس امبروفمنت بنحط ديجيتال وركر، بنعمل اوتوميشن، بنعمل حاجه اسمها روبوتك بروسيس اوتوميشن. في بيج ستوري ازاي زوم طريقتها الوحيده تو كوب وذ ديماند انها راحت ديجيتاليزيشن وعملت روبوتك بروسيس اوتوميشن وطورتنا عشان تكوب مع الديماند. بليز كونتينيو. برضو اخر حاجه في موضوع زوم ده، زوم عبقريته ان هو اشتغل مع ممكن نرجع بس السلايد اللي فاتت، معلش انا لسه ما خلصتش. زوم عبقريته كانت ان هو بيشتغل مع الباند ويثز ضعيفه جدا، يعني في الدول اللي الباند ويث والانترنت فيها ضعيف زوم اشتغل بريليانتلي، وير از لو قارنتي بابس تانية ومنها التيمز اللي هو مايكروسوفت، الاداء بتاع زوم كان اعلى كتير. الاداء بتاع زوم ايفن لغايه دلوقتي، انت لو عايزه تطلعي infinite number of people على الشاشه هتطلعيهم كلهم in one screen على اللابتوب. تيمز لسه محصور بتسعه مثلا، ده مثال صغير. زوم في زوم تشاينيز، فالحكومه الصينيه برضو كانت بتدعم الموضوع ده جدا، ان هم كانوا بيدعموا التكنولوجي، الموضوع كان واخد سبورت قوي جدا، ان انا لا حلو قوي ان انا الم الداتا بتاعه الناس دي وتبقى الداتا دي عندي هتنفع بعد كده. فزوم از ا سكسس ستوري، بس ليها برضو باك جراوندز كتير، هاو بريليانت ات
البرفورمانس بتاعه كان compared to the competitors. في ثلاثة لوجوز تحت اللي أنا بتكلم عليه ده, هيرتز اللي هي الشركة بتاعة تأجير العربيات أو الباصز, جولز جيم, وفيرجن أستراليا شركة طيران بتاعة فيرجن. الثلاث شركات دول شركات عالمين, دول filed for bankruptcy في خلال الأزمة. جولز جيم يعتبر one of the biggest gym franchises في العالم, هيرتز one of the biggest شركات تأجير العربيات في العالم, فيرجن أستراليا was one of the really successful airlines. الثلاثة دول أنا بس حطيتهم تحت كده إن دول مثال على إن شركات ضخمة جدا وفي الشهرين ونص اللي فاتوا ما استحملوش and قدموا على إفلاس. يعني بدأوا إن هم يتكلموا مع البنوك إن هم يعيدوا جدولة الديون بتاعتهم, أشهروا إفلاسهم هيرتز وجولز جيم وفيرجن أستراليا. يمكن عمري كمان تشاينا ريبورتد ان السنة دي ربع مليون شركة اشهرت افلاسها, وامريكا 25 الف شركة اشهرت افلاسها. ده لسه the tip of the iceberg. لسه بقيت الايسبرج. لسه فاهم. You're very right. Okay. طيب اخر سلايد هي اللي جاية اعتقد. ممكن next slide. طيب مش عايز اكون متشائم, بس هو الناس كلها كانت بتقول او بتنسب لتشارلز داروين. اختلفنا او اتفقنا مع النظريه بتاعته التطور, ان هو it's the survival of the fittest, البقاء للاقوى. whereas الراجل قايل في كوت ليه مشهور جدا ان هو it's not the strongest ولا the most intelligent, it's the survival of the most adaptable to change. فالدول والشركات والجهات والبني أدمين حتى اللي الناس اللي هتعرف تأدابت to change هم دول الناس اللي هتكمل. والناس اللي مش هتعرف تكوب مع الديجيتاليزيشن وكل التغيرات اللي احنا قلنا عليها دي, هيبقى التكملة بالنسبة لهم هتبقى حاجة صعبة جدا. ده كوت من تشارلز داروين. another quote من one of my favorite public figures, Sir Stephen Hawking, ان intelligence is the ability to adapt to change. ان انت كل ما هتأدابت, وبرضو ده يرجع برضو للresilience اللي انت كلمت عليها شيرين, this is how intelligent you are. يا فرحتي ان انت الIQ بتاعك 160 ولا 170, ولما هيجي لك اي change هتهنج. طيب دورت على حد الناس تتفق عليه في العالم العربي او في مصر الى حد كبير, بعدت عن السياسه وبعدت عن الكلام ده, فما لقيتش غير محمد صلاح, وبالذات ان هو لسه كسبان الدوري امبارح. ف هي حته واتس نيكست اللي هو always train hard, work harder, never give up, never give in and believe in you. فهي الفتره اللي جايه دي هتبقى فتره سيرفايفل, وفتره هتبقى صعبه على الكل. يعني it doesn't look nice, ومش عايز اكون بقى ولأ وحنبقى قد الدنيا. unfortunately عمرو, انت متوقع الازمة دي هتقعد لاخر السنة دي ولا هتكمل سنتين معنا؟ الازمة أكثر. بمعنى ايه يا شيرين؟ انه حتة في الازمة COVID financial crisis impact. الكلام الاولاني ان هي كانت هتقعد 3 شهور, ما خلاص 3 شهور عدت, فهي هتخلص على شهر 8 ولا هتقعد معانا لاخر 2021؟ في حاجات مش هترجع باك تو نورمال خالص forever. بس كفاينانشال تو ريكفر, يعني في كذا سيناريو قبل كده بيقول احنا وديدنت اصلا ريكفر, العالم ديدنت ريكفر من فاينانشال كرايسيس بتاعه 2008. فاحنا كده عندنا كبيره, احنا قدامنا سنين. في ناس هتريكفر بسرعه جدا, في اقتصادات وشركات وجهات هتريكوفر. اللي هيريكوفر في سنتين ثلاثه يبقى بطل. يعني من الاخر كده الاقتصاد او الشركه او الجهه او الاشخاص او رجال الاعمال اللي خسروا خسائر فادحه في الكوفيد, اللي هيريكوفر في الثلاث سنين اللي جايين ده يبقى يعني جاب من الاخر يعني. انما لا, في حاجات مش ترجع باك تو نورمال فور ايفر, وفي ناس في ناس مش هتعرف تكفر خالص. يعني في ناس هتحاول وهتفشل. يعني ال outlook is not very positive, ولكن ال positivity اللي فيه is ان
we need to adapt as fast as possible. It's never too late لغاية دلوقتي. والفترة اللي جاية دي هتكون بقى إيه مين اللي هيبتدي أدابت ويظبط نفسه على النيو نورمال اللي مش هيرجع تاني للأولد نورمال. الأولد نورمال ده فيه حاجات معينة مش ترجع تاني خالص. فـ unfortunately okay. عايز أكون وبرضه يعني عايزين نقول we always يعني hope for the best and plan for the worst. Okay. Yes, we need to hope for the best and plan for the worst. Move on when Ayman في أسئلة طبعا لسه جاية لك يا عمرو هناخد الأسئلة في الآخر بس move on. Ayman being in pharma industry ناس كتيرة فاهمة إن الفارما حياتهم حلوة والفارماسيوتيكال تمام. Working in GlaxoSmithKline, I adore your title. Your title as a value stream lead. ده بيدل على قد ايه ان الشركة بتاعة Glaxo believing in really operational excellence. وانكم ما بتدي title value stream يعني انت مسؤول عن information flow, physical flow, مسؤول end to end, بنبتدي بالكاستمر وننتهي بالكاستمر. فكان قبل بس يعني ما نسألك أسئلة to elaborate more عن الدور بتاعك وليه اسمه value stream. طيب ثانك يو شيرين وثانك يو مهندس عمر. مهمتي هتبقى صعبه بعديه بس اي هوب ان انا تراي تو بي يعني كونسايز وكونشس اوف ذا تايم استغل الوقت كويس. ردا على سؤالك شيرين دلوقتي طبعا الفارما اندستري يمكن عكس اغلب القطاعات يعني مشتركه مع الفودز احنا يعني in a very tough situation ان احنا we are growing and علينا demand يعني requirements للماركت كبيرة مش بس demand to supply لا ده demand ان احنا part of the crisis يعني احنا لينا دور ان احنا نساعد في حل مشكلة الناس في بعض البرودكتس الحيوية او اللي هي related للمشكلة بتطلع من مصانعنا يعني فده بيحط علينا مسؤولية اكبر ان احنا we need to be available ready and يعني continue our journey of supply من غير interruption. في الوقت ده بتبتدي كل المشاكل اللي ممكن عند الاخرين يعني يشوفوها صغيره او ممكن they can rearrange their plans مصانع زي العربيات they can stop ما عندوش مشكله احنا بالعكس تماما احنا we need to be very adaptable يعني very ready for the change and be able to cope with the market demands. لو كلمتك على الفاليو ستريم طبعا فاليو ستريم احنا التايتل جاي من حته ان احنا we need to add value للي احنا بنعمله فاحنا دايما هتلاقي شعار بتاع جي اس كي ان البيشنت ات ذا اند اوف ذا سبلاي تشين ان احنا عارفين ان دورنا ان احنا نميك شور ان البرودكت بتاعنا هيوصل للبيشنت اون تايم اند از افيشنت از هي از هوبينج تو سو في مهمه انسانيه عندنا في فاليو لازم نقاد للبيشنت بتاعنا ما بنسميهوش كاستمر بنحاول نسميه بيشنت لكن في الاخر هو we are adding value للماتيريال اللي معانا في جي اس كي as a global company عندنا الار ان دي is very strong عندنا الفاكسين سيكتور is very strong وبالتالي برضو علينا globally كشركه ان احنا واحد من الشركات اللي بتجري في السباق بتاع ازاي نوصل للفاكسين as soon as possible فدايما احنا في دماغنا ازاي نأد more value ازاي نميك شور ان احنا we can deliver our value دي للpatient بتاعنا at the end of the supply chain. Thank you Ayman. لو نسألك بقى في new normal يعني ال workforce fears, the tension, the stress, the uncertainty وانت عندك demand بيعلى بس في new normal ال operations عملت ايه؟ او عملتوا ايه يعني if you can share معانا لو كملت على اللي انا بقوله ثانيه واحده بس السلايدز ويتلت طيب اللي كنت بكلم على يعني زي ما مهندس عمرو كان بيقول الناس هي the most important assets عندنا في الوقت اللي احنا محتاجين نميك شور ان احنا we can deliver كان عندنا احنا بني ادمين زينا زي المجتمع ككل عندنا نفس المخاوف احنا والزملاء العمال عندنا وجميع الستاف الموجود في الشركه
فلما بدينا نفكر في التعامل مع الأزمة كان الوقت كان لسه بدري وكانت مصر لسه بعيدة، كان عندنا لسه وقت ان احنا نحط بلانز ونفكر. وانس ان ابتدت مصر تبقى impacted وبدأت تطبق بعض lockdown measures والكيرفيو وابتدت رغم ان ما فيش اصابات لسه قريبة ابتدت يبقى في حالة من الذعر تقريبا عند العمال، وبالذات اللي هم يا كبار في السن يا اللي عندهم اطفال، يا ده حط علينا عبء ان احنا ازاي نميك شور ان احنا نقدر نأبزورب ده ونكيب الناس fit for their job. يعني it's not about only physically fit، لا ده كمان في mentally fit. الاكسبوجر للريسك موجود، الاكسبوجر للريسك كان مهم ان هم يفهموا ان هو it's not only يعني في الشغل، لا ده هو الريسك اكبر في برا الشغل. ان الديستانسينج والايزوليشن ده مهم ليك برا الشغل اكتر من جوه الشغل. جوه الشغل احنا دورنا ان احنا نميك شور ان احنا عندنا enough plans ان احنا نحميك وان احنا نخفف الامباكت بتاع اي ضرر، حتى لو في ضرر او في حتى زميل يعني لا قدر الله انصاب، يبقى احنا الكنترولز اللي واخدينها تطمن الناس ان احنا yes we can continue, yes we are able to absorb اي امباكت، وفي نفس الوقت بنحميك وبنحمي زمايلك. وبين قوسين احنا بنحمي البيزنس as well، لان احنا لما بنحمي الاسيتس بتاعتنا احنا بنميك شور ان احنا we can still continue delivering our business. فكانت المسج ميكست ما بين ان احنا فيها بارت من يعني personal part caring او فيها بارت about how we can sustain throughout the situation and continue delivering our business results. تمام اوكي. طيب لو هبتدي البرزنتيشن هحاول ألخص. أنا مشيت على مين توبكس يعني خلفية عن الموضوع وبدايته جات إزاي. هتكلم شوية عن الكرايسيس مانجمنت وإزاي تأقلمنا معها وبدينا نعمل إيه الستبس اللي مشينا عليها، and then the new ways of working اللي implemented وبالتالي وصلنا للنيو نورمال اللي احنا خلاص we have to deal with it and we have to continue delivering through it. حلو جدا. If we go to the next slide. الباك جراوند انت لسه بتسالي عمرو سؤال احنا قدامنا قد ايه والبانديميك دي هتنتهي. كان كلنا امل ان هي تنتهي، لكن هي نفس الاجابه، حتى لو انتهت اخر السنه الجايه هي مش هتنتهي، يعني هي مش هتنتهي، دي فاكت اوف لايف. وبالتالي احنا لازم نفكر ازاي هنتعامل مع الوضع اللي هو ما بقاش زي ما كان، احنا في وضع جديد ولازم نتاقلم معاه. احنا عارفين زمان كان في ظهرت ايبولا، ظهرت سارس، ظهرت H1N1، ظهرت حاجات كتير احنا نسيناها النهارده، لكن تأقلمنا معاها وبدينا نتعايش وبدينا ناخد ميجرز وعشنا بيها. وكذلك الحروب اللي بتحصل، كذلك التغيرات السياسيه الاقتصاديه الكبيره بعد وقت من الثاني نتعايش معها. الثوره التكنولوجيه نفسها، الموبايلز من 30 سنه ما كانتش موجوده، يعني بنتكلم في حاجات النهارده مش فاكرين كنا بنعمل ايه قبل كده. احنا النهارده عايشين ذا نيو نورمز. فده اللي اتعلمناه من التاريخ، اتعلمنا ان احنا الازمات دي بتطلع مننا حاجات افكار جديده وبتتحول اللي هي دي بتبقى النيو نورمز بتاعتنا. دورنا ايه؟ دورنا كمانيفاكتشرز ان احنا ازاي نفهم الوضع الجديد، ازاي نتعامل معاه في اسرع وقت، ومن هنا هتظهر الاوبورتونيتيز تو جرو وهوبفلي ان احنا نقدر نتعامل معاها بسرعه. If we go to the next slide. الانترودكشن بتاعتنا، اول حاجه بدينا نحس بيها مع الكورونا لما ظهرت ان احنا حصل ماركت تشينجز، يعني في زي ما قلنا ان في بعض السيكتورز امباكتد نيجاتيفلي، بعض السيكتورز بقى عليها بريشر، السبلاي تشين بقت في وضع حرج، بقى وي هاف تو شو هاو وي كان ادابت اس سون اس بوسيبل، وي نيد تو بي strong as possible. ال supply chains اللي كان فيها اي gaps او weaknesses بقت exposed بسرعة جدا. الفيروس برضو ورانا حاجات تانية ان احنا how we can align على a common purpose. Sometimes احنا بنبقى functions يمكن هتكلم على level manufacturing اكتر، كل functions ممكن ليها دور، ممكن ليها هدف، عندنا وقت to negotiate and to realign، لكن في الظروف دي كان عندنا common purpose very clear
وكلنا عايزين نتوجه له. احنا عندنا جول ان احنا ندليفر، وده حسسنا بالسنس اوف بيربز بجانب السبيد، ان احنا الريسبونس البطيء بتاعنا هيخلينا نخسر حاجات كتير. زي ما قلت اللي احنا محتاجين نبص عليه ان احنا ازاي نرجع كنا بسرعة للوضع الطبيعي للشغل مع ان احنا في حالة كرايسيس، وبالتالي ده محتاج نحطه في اطار جديد من how we measure our operational performance and how we can react للماركت داينامكس الجديدة. لو اتكلمنا بعد كده يعني ده كده بريفلي اللي خلانا نبتدي نبص على الكرايسيس مانجمنت. الكرايسيس مانجمنت you can move to the next slide. أبان البانديميك بقى ستارت نفسها بدينا نحط بعض الميجرز. الكلام ده زي ما قلنا حوالي يناير فبراير كان بالكتير بدينا استراتيجيكلي نفكر. استراتيجيكلي نفكر في ايه؟ ان احنا لازم نفعل يعني الشركات اللي عندها كرايسيس او بزنس كونتينيوتي كوميتيز اتفعلت ايميديتلي. الشركات اللي هي بتشتغل جلوبالي او ريجنالي ابتدت تتحرك as a global approach ان احنا how we can align على بعض الاكشنز وبعض البروجرامز اللي هنعملها as a one entity rather than country by country. البيزنس ريفيو بالتالي كان اول حاجه يتبص عليها وضعين في اعتبارنا الريسورسز اللي احنا بنشتغل بيها سواء فاينانشلي او كريسورسز اللي هي الامبلويز بتوعنا. الانجيجمنت بلانز كانت فيري امبورتنت، انجيجمنت اكروس كونتريز اند اكروس ريجنز اكروس السايتس وفي نفس الوقت بتوين البيبل انسايد even one site. فكان مهم اننا يتحط بسرعه engagement plans ازاي هنتفاعل مع كل ال changes دي. If we go to the next slide، الحاجه الثانيه اللي بطينا نبص عليها بعد كده هي ال safety وال health. From crisis point of view احنا محتاجين كنا نشتغل شويه على ال emergency response بتاعنا، ازاي هنتحرك ساعه ما تظهر cases، what do we need to do to contain، what do we need to do to provide the support اللازم. يعني الميديكال تيم معانا ولسه بنتكلم على السبورت في كل دوله كان مختلف، في دول قادره تعمل التحاليل، في دول مش قادره، في دول عندها مستشفيات تقدر تتعامل ودول لا. احنا في مصر عارفين ظروفنا، والاهم بالنسبه لنا يعني لما نشوف امريكا مش قادره تكوب فده معناه ان ما فيش دولة كبيرة عن الوباء اللي احنا فيه، لكن احنا company at least we need to be ready with how we can support our colleagues. يعني وما ننساش الأسر، لأن دايما هم الموظف معنا موجود وتفكيره في والده، تفكيره في زوجته، ابني في البيت. لو ما عملنالوش enough يعني protection program يخليه مطمن ان حيلاقي support الكافي، ده حيخليه يبقى distracted وبالتالي ممكن نخسره كقوة عاملة. الcommunication وawareness هنا بنتكلم اكتر على التوعية، لسه بتكلم على الفيرز اللي كانت اصابت الناس في بداية البانديميك ومحدش فاهم بالظبط انه يعني محتاج اعمل ايه وحيجرالي ايه. انا لو اصبت حموت، لو زميلي اتصاب، يعني انا تعديت. كان محتاجين نحط بعض البيزكس للawareness وبعض البيزكس للcommunication للsimple basic requirements المفروض نلتزم بيها. giving them some insurance وفي نفس الوقت ادينا لهم المعلومه من شخص موثوق فيه، يعني من medical advisors، يعني ليهم سمعتهم وليهم خبرتهم اللي تقدر تديله enough assurance ان the programs is enough. طبعا احتاجنا نراجع تاني الانشورنس بوليسي للعلاج، وبدينا نضيف بعض الايتيمز تو كوب مع الظروف الجديده. السيرفيسز كانت الحاجات المهمه في الكرايسيس مانجمنت، الكلينيك يعني هاو ريدي ات از تو كوب مع اللي بيحصل، تو ريسبوند تو ريسيف الريكويستس.
السيكوريتي كنترولز ايذر ما بين دخول الموظفين دخول الزوار دخول المقاولين and how we should deal with this الترانسبورتيشن والامباكت عليها سواء للباصز بتاعت الموظفين سواء للتراكس سواء محتاجين نعمله to contain the curfew times والموافقات الامنية عشان نقدر نتحرك في الاوقات الاخرى الارنجمنتس في الكانتين زي ما اتكلمنا قبل كده مع المهندس عمرو ازاي نكونتين ده ونمينيمايز دخول الناس اللوجيستكس بتاعت وصول الميلز وفي نفس الوقت ازاي بنعمل التباعد جوه الكانتينز السيرفيس كونتينيوتي از ويل بنتكلم على اليوتيليتيز حاجات زي الويست مانجمنت ممكن الناس تشوفها بسيطه لا ات كان كرييت ا بيج بروبلم لو ما فيش كونتينيوتي اوف سيرفيسز آخر حاجة بصينا عليها في الكرايسيس مانجمنت هي البيزنس بقى بعد كده هو how we can understand the impact اللي بيحصل في الديماند واللي changes اللي بتحصل في الديماند بعض البرودكتس فجأة حصل عليها peak demand بعض البرودكتس حصل عليها slow down كان محتاجين ان ريبريورتايز البرودكشن بورتفوليو بتاعنا البلانز بتاعتنا كاوبريشنز بالتالي محتاجين نكوب ازاي مع ده الكونسترينز اللي في السبلاي تشين احنا في مشاكل في اللوجيستكس في مشاكل في الدليفريز في مشاكل في الانفنتوري نتيجه الامباكت اللي بيجي من اللو سبيد اوف سبلاي اتكلمنا على الترانسبورتيشن الامبورتيشن والمشاكل اللي ظهرت بعد يعني الناس اللي كانت بتستورد حاجات من الصين حصل مشاكل في الجمارك التايم لاينز اتغيرت كل ده كان له امباكت على السبلاي تشين من ناحيه اللوجيستكس والرياكشن بتاعها للبلانز السبلايرز كذلك هم نفسهم كان عندهم امباكتس ايذر لوكال او فورين نتكلم على الكونتريز اللي كانت امباكتد فيرست في كونتريز مش بس سبلاي اوف ماتيريالز لا في سبلاي اوف سبير بارتس في بعض الكونتريز زي ايطاليا اللي حصل فيها توتال لوك داون التكنيكال سبورت كان فيري ديفيكلت في الاوقات دي السورسز اوف سبلاي بعض السبلايرز اللوكال ما قدرتش تكوب مع التشينج بنفس السرعه في الوقت اللي احنا فيه يعني منتظرين منهم يعني تفاعل اكتر وازاي يقدر يديني الماتيريال ات تايم يعني فدي كانت من الحاجات المهمه انها تبص فيها واخيرا بقى الكنترولز اللي حصلت في المانيفاكتشرنج لوكيشنز والباترن بتاع الاوبريشن كل ده كان من الحاجات اللي بصينا عليها ككرايسيس مانجمنت طيب كشركة فارماسيوتيكال عندكم أكيد يعني هاي تشالنجز زي ما قلنا والكونتينيوتي اوف سبلاي بقى كسبلاي وكبزنس سبلاي وان انتربتد فلو اوبريشن اكسلنس عملتوا ايه؟ كان في تشالنجز كتيرة مهمة نعملها اللي بدينا نتكلم فيه هو النيو وايز اوف ورك بيست على الكرايسيس والاكتيفيتيز اللي اتكلمنا فيها طلعنا مجموعة من الاكشنز كان أول حاجة طبعاً بنتكلم عليها the most important asset هو الـ people فالـ safety measures كانت very important سواء من الـ sanitization من الـ manufacturing بقى locations disinfection إحنا كصناعة أدوية إحنا دي من الحاجات الطبيعية إن إحنا بنعملها لكن اضطرينا نزود الـ frequency بطريقة مش طبيعية البيزكس بقى الماسكس والفيس شيلز مانديتنج الماركينج على الديستنس الميتنج رومز والبراير رومز وكل ده الاكسس ليميتيشن وايفن كلوزنج بعضهم او الميتنج رومز يعني اكشوالي ما بقتش خلاص ليها احتياج بعد الوضع اللي احنا فيه دلوقتي الكريتيكال اكتيفيتيز بقى كل الكونتراكتور فيزيتس اي بروجكت نون كريتيكال كل ده توتالي ستوبت وفي الاخر الاستخدام بقى الديفرنت تولز للكوميونيكيشن اتس نوت اباوت بقى هنا الكوميونيكيشن مش بس بوسترز وحاجات زي كده مش كفايه لان الناس محتاجه تشوف ده في وش المانجمنت بتاعته محتاجه تبيلد الكونفيدنس في ان اللي بيتقال له ده از فعلا trust you can trust and يعني مش بس بقول له كلام عشان يجي يعني show up في الشغل ويدليفر ف sometimes محتاج يشوف المانجمنت قدامه محتاج يشوف ان احنا we are leading by example احنا موجودين معاك احنا عايشين معاك نفس المخاوف واحنا موجودين جنبك عشان نكمل شغل
نتكلم على المانيفاكتشرنج ري ارينجمنت بقى الورك فورس فليكسيبيليتي. احنا كان محتاجين نبتدي نشتغل اكتر على مين الفوكس بيبل، مين اللي هيشتغلوا معايا في الفتره اللي جايه. في بعض الناس اضطرينا نحافظ عليها ونخليها يعني ما تبقاش موجوده معانا، وده خلانا نفوكس اكتر على مجموعه معينه من الناس هي دي اللي ممكن تكمل في الظروف الحاليه وتقدر تشتغل ايفن وقت اطول. الكروينج كان في ظل تقليل اعداد الناس، كان الكرو المتوزع كان لازم يشتغل بطريقه مختلفه عشان نحافظ على المسافات زي ما قلنا، وعشان نديهم وقت يعملوا السانيتايزيشن والجاونينج والبريبريشن بتاعه للدخول في الوقت اللي هو عليه بريشر للديماند والبلانز. فالميكس ما بين الاثنين كان هو ده التارجت بتاعنا. الريموت وركينج بوليسي اتفعلت للنون اسينشال، ما نسمهمش بقى يعني كلمه نون اسينشال بتزعل، بس هم في كور او دايركت ورك فورس وفي نون اندايركت. الاندايركت كله كان عنده الامكانيه ان هو يشتغل ريموتلي. ومن الحاجات الخطيره في الريموت اوبريشن احنا ازاي نكيب بيبل انجيجد. يعني زمان كان عندنا اعتقاد ان فلان ايه مش هيقدر يجي، ده هيشتغل من البيت. طبعا بيشتغل من البيت، هيز ريلاكسد، هيز يعني enjoying his time. لكن في الحقيقة اكتشفنا بعد الاكسبيرينس دي ان working from home even is more stressful than working in the office. لان الworking hours بقت continuous، بقت ممتدة، ما بقاش في السبليت ما بين البيرسونال لايف والورك لايف. يعني اختفت حاجة اسمها work life balance من القاموس. ده نتيجة الظروف، ولكن نتيجة الانجيجمنت ان احنا كل بنبقى قريبين من الناس وستيل الايند معاهم على اللي بنعمله. طبعا السيفتي براكتسز اون سايت اتكلمنا عليها، والانجيجنج بتاع الاندر يوتيلايزد امبلويز ايفن، لان في بعض الناس اللي هي خلاص ما بقتش معانا في نفس الوقت محتاجين نكيب ذم يعني ان كلوز كونتاكت. يعني اتس نوت ايزي. انا حاسس ان الوقت بيهرب مني. لا بس لا اتس اوكي okay. بس اتس جود يا بوينتس على فكره تاتش ايفري وان، يعني ايفري وان فعلا كان عنده المشاكل دي. طيب new works new ways زي ما بيقولوا عملتوا من الحاجات بقى اللي بقت برضو very important. يعني انا في something funny، يعني who led the digital transformation في الشركه؟ لا كان السي او ولا كان السي اي او. ان احنا كنا بنحط بلانز لونج تيرم، وسنه 21 هنعمل، وسنه 22 هنعمل. في حاجه اتعملت immediately. الفيس تو فيس ميتينجز اتقلبت فيرتشوال immediately. لسه بنتكلم على زوم، يعني couple of months ago ما كانش حد يعرف يعني ايه زوم، ما كانش حد يعرف يعني ايه تيمز. في ناس ما كانتش بتعرف تستعمله. انا فور اكزامبل انا اول مره استعمل زوم النهارده، يعني it took me one minute to understand حامل ايه. اشتغل بتيمز على طول. الحاجه الثانيه الفيجوال فاسيليتيز، استخدام الكاميرات يعني بقت فيها ليها دور اكبر. ما بقاش اتس ماتر اوف ان انا براقب، لا بقت دي جزء من المتابعه وجزء من احساس الناس ان هم وي ار فيري كلوز توجذر. لو اتكلم على بروسيجر، يعني احنا في الدوكيومنتيشنز والبيبر ورك والاوديتنج، كل الحاجات دي اتقلبت بقت ديجيتال. اي ويل ابروف افري دوكيمنت ديجيتال، ده بقى مقبول. الاوديتنج في احنا بنعمل دلوقتي الايزو، ايفن بنعمل الايزو ديسكتوب اكسرسايز ريموتلي. ما بقاش في يعني ولا انترنال ولا اكسترنال اوديتس، ما فيش فيزيتس، وبالتالي كل ده بقى محتاجين نعمله in a different way. Even the actions والبروجرامز والبروجيكتس كل ده بقى يتابع ديجيتالي. ما بقاش في حاجة presented لا face to face ولا في emails. كلام ده كله بقى له trackers كلها online. طبعا الاوتوميشن تكنولوجي touched base على industry 4.0 برضو، دي مش هتبقى برضو ماشية بنفس الريت اللي كنا بنتكلم فيه قدامنا 5 سنين وقدامنا 3 سنين. احنا بدينا نتحرك immediately starting بالحاجات اللي هي لا هو what's more even more interesting. احنا في الكونسلتنج بزنس كانوا يعني ناس so many people called me قالوا لي انتوا بتتكلموا بقالكم سنتين على industry 4.0 digitalization، وكنا فاكرينه ده خيال. انا عايز اقول لك we signed one of our big contracts during covid for digital transformation لاحد المصانع عشان يطبقوا digital transformation ونكونكت المكن ونعمل manufacturing execution system كامل.
ففعلا الكوفيد is a big boss now. Yes, I fully agree. I like your statement. I really love it. Can I borrow it? تحت عمرك. Okay, please go. اوكي لو نزلنا اقرب للناس احنا الداتا بالنسبه لنا الداتا اصبحت هي يعني the most valuable resource في الوقت اللي احنا بنشتغل فيه كلنا يعني ريموتلي الداتا is becoming real time data ما عندناش وقت ان احنا نعمل اكسل شيتس ونبعت ايميلز وننتظر الابديتس ما بقاش في مجال للداتا بقت real time الداتا اناليتكس تولز بقت كي عشان نقدر نطلع منها ديسيجن وكواليتي ديسيجن سريع التريجر كله ان احنا هاو وي كان رياكت اس فاست اس وي كان الديجيتال بقى بيرفورمانس تولز اللي هي الداشبوردز والكي بي ايز هاو فيجوال ات از هاو انتراكتيف ات از self-explanatory ازاي نختار the critical few اللي هنركز عليهم we need simple question are we winning or losing كانت عايزين نعرفه on time just to make the right decision لان ما فيش مجال نستنى يوم او اتنين الكلام ده احنا بدينا نطبقه على multiple layers يعني starting with line side boards the area boards the factory board the side board with the business overall boards كلهم interlinked كلهم الداتا بتيجي من one بتسمع في التاني بنشوف نفس المعلومة ب different level of details decision بيتاخد immediately based على الداتا اللي هي very reliable في الحالة دي النيو نورمز هي دلوقتي once ان احنا حطينا كل ده في مكانه اكتشفنا ان احنا workforce safety و flexibility is becoming a mindset بعد ما كنا بنبص لهم ان هم نمره 2 لا هم نمره 1 من غيرهم we will stop immediately الريسورس مانجمنت يعني اتعلمنا حاجات كتير السكيل ماتريكس ما بقتش لكجري بقت حاجه مضطرين نشتغل بيها immediately لان we lost some people we may have lost some capable people existing people we need to distribute according to their skills and to make sure that we can continue delivering. فكان محتاجين نعرف ده وبسرعة. Lean operation is part of it. إن إحنا الفريمورك اللي بنشتغل بيه to continuously improve. لازم يبقى على front lines مش ideas برضو على long term. ولا محتاجين حاجات quick actions to deliver بسرعة solutions. الautomation is linked لده. لأن من الautomation وبالديجيتاليزيشن اللي معمول. We can take quick decisions ونشوف الإفكت بتاعها سريعاً. إزاي الكابابيليتيز بتاعت الناس نقدر نطورها؟ التكنولوجيز مش كل التيم بتاعنا كان كيبل إنه يستعمل التكنولوجي. مش كل التيم بتاعنا يعرف يستعمل الداشبوردز الديجيتال. كنا محتاجين نتحرك في ده بسرعة ونعلم الناس بسرعة إزاي تقدروا يكوبوا مع ده. الريموت ورك فورس يعني ازاي يبقوا ستيل انجيجد وازاي يقدر ياخد هو كمان معلومه ويوصل للتيمز بتاعته بسرعه عشان نتحرك الكوميونيكيشن استراتيجيز اللي طبعناها اتس بيكامينج يعني ريوردبل احنا شفنا حاجات كتير استفدناها من تغيير طريقتنا في الكوميونيكيشن وانجيجينج البيبل معانا في الجيرني وفي الاكشنز والفيدباك اللي بناخده منهم ايفن في على الحاجه البيرسونال الميديكال ستاتس بتاعهم وبتاع اسرهم الريسك تيكينج از بيكامينج تول اتسلف لان احنا محتاجين نفكر بطريقه مختلفه وناخد ريسكات في الوقت اللي احنا مش كل الناس افيلبل ومش كل الريسورسز افيلبل وبالتالي ده اضطرينا ان احنا نديفلوب بسرعه اور ديسيجن ميكينج كابابيلتيز لو في حاجات بصينا لقينا احنا خدنا ديسيجنز كان ممكن نقعد ايام نفكر فيها ونديبيت لا خدنا ديسيجنز بطريقه مختلفه بالفوكس على الوان جول اللي اتكلمنا عليه في الاول فدي حاجات كلها is becoming new norm ده from people side if we go to the next slide from business side ان احنا بصينا للماركت بطريقه مختلفه الchanges اللي حصلت في الماركت وازاي احنا كنا مضطرين
نضحي ببرودكتس في سبيل ان احنا نستابيلايز بعض البرودكتس. ايه البرودكتس ديسيجن اللي خدناها؟ احنا في حاجات بالنسبه لنا الماني ميكرز, وفي حاجات يعني كريتيكال للماركت, وفي حاجات برايوريتي ولكن ليها ماس فوليوم بتعمل لي فوليوم كويس. كل حاجة من دي كان لازم ناخد فيها decision, هندي priority لمين على حساب مين. الـ decision ده كان لازم يبقى سريع, ولازم يبقى impacting our production plans. ساعات في ضمن في يوم أو في يومين لازم ناخد decision. البلانرز دورهم بقى مختلف تماما, بقى الـ voice of the customer بالنسبة لنا هو البلانر, وبالتالي how we can segment and focus على categories, على حساب categories كان قرارات سريعة وكانت مهمة جدا. الـ demand والـ supply scenarios اتغيرت وكانت very flexible, وكان ليها اكتر من تارجت, فكان الاكستند السبلاي تشين بتاعنا لهم دور كبير في ده. سبيشلي احنا النتور بتاعتنا فيها لوست برزنتيشن, النتور بتاعتنا كان فيها مشاكل ان احنا محتاجين نميك شور ان الفارماسيز عندها البرودكتس اون تايم, ان الديستريبيوشن نتورك فولي يوتيلايزد. كنا بنشوف في تلفزيونات الوزاره بتسال على برودكتس, كل ده كان حاطط علينا بريشر, وبالتالي كنا محتاجين رابيد سيناريوز تو ريبلاي للتشينجز دي. وده علمنا ان احنا محتاجين نبقى عندنا دايما رود مابس تو بي ريدي فور اني كايند اوف تشينجز للديماند زي ما حصل لنا في الكرايسيس دي. This is the new norms. So next slide please. The future. This is my last slide. تعلمنا حاجة, تعلمنا ان احنا في الظروف دي محتاجين نفكر في differently للfuture بتاع المانيفاكتشنج. الـ responsibility بتاعتنا شكلها ايه للماركت. How agile are we? How we can respond quickly to the market and how we can be resilient in our manufacturing operations. It's not about only manufacturing operation, only the total supply chain. It's end to end. The market will respond to our lina. The confidence that we build with the customer, with the speed of response, and with the availability. Digitalization. We consider ourselves in the first steps. Still, we need to do a lot of things. هي دي اللي هتساعدنا في الفترة اللي جاية, وهو ده الترند. يعني it's becoming necessity مش options. في ناس, في بعض الناس دايما عندها conspiracy theory موضوع كوفيد ده معمول عشان يسابورت الديجيتاليزيشن. والله زي ما قلنا, هي كل حاجة بيبقى ليها سبب لو اعتبرنا ده السبب, بس sooner or later احنا لو حاسين بأولادنا بيعملوا ايه, هم أولادنا بقوا ديجيتال. Yes, yes, I feel agree. على فكرة, one of our key customers last week كان عندنا meeting معاه, فكان بيقول لي يا شيرين, مصائب قوم عند قوم فوائده, انتوا دلوقتي أكتر ناس مستفيدين. نظرية الكونسبيرسي موجودة everywhere. أكيد أكيد, it's not easy, لكن إن شاء الله يعني تبقى فتحة لمستقبل مختلف. الجملة الأخيرة اللي أختم بيها, إن إحنا ورا كل challenge an opportunity to learn to develop and to grow, فإن شاء الله دي تكون بداية لمرحلة جديدة وأفضل من اللي فات. Thank you, Amr, I personally enjoyed it and learned a lot. لو في حد عنده أسئلة يكتبها بسرعة, احنا خلاص times, يعني احنا عارفين احنا متأخرين, بس لو حد عنده, we can just take one or two questions if you can. أيمن برضو عايز أسألك, هل جلاكسو بتساهم في موضوع العقارات ضد الكوفيد, ولا انتو ما نزلتوش حاجة؟ يعني just a question. احنا عندنا يعني البيزك تريتمنت الحالي اللي هو البانادول والحاجات السيميلر بتاعته, دول مش متوفر في السوق النهارده. حاضر. فطبعا ده من الحاجات الاساسيه ان احنا وي ريسبوندنج للماركت فيها. في حاجات كتير بنشتغل عليها في الحاجات بتاعه الحساسيه
والحاجات الاخرى الشبيهه، لكن دايركت ريليتد للكوفيد جلوبالي لا، مش على الفاكسين اكتر من الحاجات الثانيه. اوكي اوكي ذاتس انترستينج. عمرو وايمن هسالكم السؤال. اكيد حصل عندكم على بعض البرودكتس ديماند ظهر رهيب نتيجه الكوفيد، اكيد عندك في البنادول، اكيد عمرو عندكم في مواد تطهير او مواد كليننج. السبلاي تشين عمل ايه؟ قدرتوا تفولفيل الديماند ولا عملتوا ايه؟ نبتدي بعمرو بسرعه وبعدين ايمن. احنا عندنا حصل طبعا ران على المنتجات بتاعتنا اللي ليها disinfectant properties زي جنرال في مصر وداك في الدول التانية، بريف حاجة اسمها بريف اللي هو بيبقى فيه برضو ليه disinfectant properties. طبعا يعني عملنا كل ما يمكن عمله ان احنا نلاحق على السوق، بالذات في دول زي مصر الجزائر تركيا وايران. اضطرينا حتى ان احنا نكو مانيفاكتشر من كتر ما الكاباسيتيز كانت عندنا مش ملحقه، اضطرينا ان احنا نكو مانيفاكتشر عند بارتنرز لينا يصنعوا لنا وننزل السوق. فالى حد ما عرفنا نميت الديماند. يس. وما كانش عندكم مشاكل في الرو ماتيريالز؟ كان عندنا مشاكل في ساعات كان بيبقى البوتلز نفسها مش بتتصنع عندنا في المصنع، كنا بنجيبها من سبلايرز، كنا ساعات بنبقى محكومين بالبوتل كاباسيتي بتاعه السبلاير بتاع البوتل اللي هو اول حته في السبلاي تشين. اول اللي هي واحده من النقط اللي فرقعت في وشنا. اوكي الكايزن بيرست او زي ما بيقولوا الهوت سبوت. طيب ايمن، هل برضو برودكتس احنا كلام بانادول وكلنا عارفين بانادول الازرق يعني بقى مطلوب بشكل رهيب، عملتوا ايه؟ لا هو غير بانادول في ابي مول كباك اب، لكن هو في الاخر طبعا احنا شغالين فول كاباسيتي، مش دايما السبلايرز بيلحقونا يعني، سام تايمز كنا بنقف على ايفن باكجينج ماتيريال. لكن كبلانز كبريوريتيز كانت واخده الاولويه طبعا. في حاجات زي يعني اضطرينا نضحي بيها طبعا مش كريتيكال للبيشنتس، فضحينا بيها في سبيل ان احنا ندي مور تايم وافيلبل تايم للحاجات الكريتيكال. في بعض الحاجات عملنا لها شويه ديليز، لكن بعد كده اضطرينا نريسبوند ونعوض الديليز دي حسب الافيلابيليتي. لكن لا ضحينا بحاجات طبعا في الاول، لكن ما اقدرش اقول ان التوتال بلان از امباكتد، لا على العكس بالعكس يعني احنا اوكي يعني ادينج مور فوليومز كمان. حلو جدا، ثانك يو. احنا النهارده برضو يعني عارفين ان احنا طولنا شويه، بس احنا حبينا ان احنا نجيب الناس اللي هي اشتغلت اوبريشنال اكسلنس بقالها سنين انفستنج، واجهت ديماند في نيو نورمال، النيو نورمال غير، فعشان كده اخترناكم انتوا الاثنين النهارده مع بعض، لان انتوا بتدوا ميكس هايل. عايزين برضو الناس تبقى عارفه ان there is light at the end of the tunnel، زي ما عمرو قال وزي ما ايمن قال الصوره مش احسن حاجه، وداخلين التانل والقطر اللي هيطلع من التانل مختلف عن الترين اللي احنا دخلنا بيه. We need to be ready. We need to speak language الصح وخلاص يعني. It's not an option. Thank you. بشكركم على support بتاعكم your response والsharing والinformation والinsights. Many people just بكتبوا لكم دلوقتي many thanks and people are happy. برضو ده كان طالع live على الفيسبوك فعليه watches كتيرة قوي وعلى LinkedIn. أنا personally بشكركم، معلش يا عمرو سهرناك، و thank you أيمن و thank you for everyone. شكرا. Thank you. Thank you. السلام عليكم. شكرا. Thank you. Thank you. السلام عليكم. Thank you.